مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من 7 دي سبورت. النهارده يعني معانا مفاجآت كتير خلال الحلقه ومعانا اخبار كتير، وحلقتنا النهارده مميزه جدا. لكن كالعاده نبدا اخبارنا بالعناوين. الاهلي يستعد لمواجهه طلائع الجيش لتامين صداره الدوري. رجال سله الاهلي في نهائي بطوله البال. فوز تاريخي لعمر عصر في بطولة العالم لتنس الطاولة. أزمة جونيور تلقي بظلالها على كرة القدم الإسبانية. ميار شريف تودع بطولة الجائزة الكبرى للتنس بالمغرب. وخلال حلقتنا هيكون معانا حاجات تانية كتير وتفاصيل كل الأخبار دي، لكن هنطلع دلوقتي نشوف تقرير خاص بمواجهة الأهلي والاستعراضات اللي هنشوفها خلال الأهلي النهاردة. الأهلي متصدر الدوري ومتربع على العرش الصدارة، وتفاصيل كتير جدا للدوري الممتاز هنشوفها من خلال التقرير ده. تفضلوا اتفرجوا معانا ونرجع لحضراتكم نكمل أخبارنا. يعني زي ما حضراتكم شفتوا الأهلي متصدر ومهيمن على صدارة الدوري رغم أنه أقل فريق مشاركة في الدوري لحد دلوقتي. هنبدا اخبارنا من عند النادي الاهلي اللي بيختم استعداداته لمواجهه طلائع الجيش غدا في تمام 8 مساء. يعني مباراه مهمه جدا لا تقل اهميه عن اي مباراه في الدوري. احنا عايزين نحافظ على صداره الدوري الممتاز اللي بيحتلها الاهلي في الوقت الحالي برصيد 56 نقطه من 22 مباراه فقط. طبعا الاهلي حقق فوز رائع على انبي باداء مميز لجميع اللاعبين بنتيجه 2-0 في المباراه السابقه. الاهلي تحت قياده مارسيل كولر الحقيقه يعني بيواصل تدريباته بكل تركيز، ومفيش تفكير الا في الدوري في الوقت الحالي، لان لسه عندنا مباراه بكره وفي مباراه كمان امام سيراميكا كليوباترا في منتصف الاسبوع. اقرب المنافسين للاهلي هو بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطه ولكن من 27 مباراه، وبعديه فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطه من 28 مباراه. يمكن نادي الزمالك بعيد شويه لانه في المركز الرابع برصيد 47 نقطه من 28 مباراه. بنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراه الغد، وتكون انتصار جديد لمواصلة التصدر والهيمنة على البطولة وزيادة فارق النقاط مع بيراميدز أقرب المنافسين دي. يعني حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها ان احنا كل بطولة مركزين فيها لوحدها. مستر مارسيل كولر فاصل تماما فكرة ان انا بلعب في افريقيا، فلا التشكيل كامل في اي مباراة في الدوري. حتى عملية الروتيشن بتحسسك ان كل الناس اساسيين، كل اللعيبه واخده فرص. تحس ان مثلا لما بيلعب ياسر ومتولي كان بيلعب رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، مفيش اي مشكله. نص الملعب بقى عندك اربعه تقريبا هم الاتقل في القاره دلوقتي، سواء ديانج او مروان عطيه او حمدي فتحي او السولية، كلهم زي بعض. اي اتنين بيلعبوا اي ثلاثه بيلعبوا زي بعض. الروتيشن اللي حصل في اول الموسم دلوقتي احنا عرفنا وفهمنا الراجل ده كان بيعمل ايه. الحقيقه يعني حاجه في منتهى الروعه. الراجل كل اللعيبه ال 22 لعيب تقريبا اساسيين. ده تدريب الاهلي اليوم طبعا زي ما حضراتكم شايفين جنبي اهو. حاجه انت بتتكلم دلوقتي في ان الراجل عمل اعداد كويس قوي للفرقه، كان عامل حسابه على ضغط الماتشات اللي هيقابلنا خلال الموسم، كان عامل حسابه ان اللعيبه اللي موجوده او المجموعه اللي هو اعتمد عليها كلها تبقى على قدر واحد من الجوده الفنيه. يعني احنا دلوقتي ما تقدرش تقول مين اساسي ومين احتياطي في الاربعه في نص الملعب مثلا. مروان عطيه اساسي وحمدي فتحي اساسي وعمرو السوليه اساسي واليو ديانج اساسي. حتى المهاجمين انت بيرستاو تاخد بالك قبل مارسيل كولر كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي، هتحس بفرق كبير جدا. نفس الكلام لحسين الشحات. حسين الشحات طفره في ادائه، تطور فظيع جدا في ادائه. الراجل بقى باداء مختلف تماما في مركز الوينج اللي هو يعني بيلعب يمين وشمال دلوقتي، حاجه فظيعه جدا. نفس الكلام لكهربا رغم ان هو غاب فتره طويله جدا الا ان هو قدر يرجعه ويوظفه. قيس على كده محمد شريف اللي بيرجع في ماتش انبي بيهدف ولا كان في حاجه. نفس الكلام لعبد القادر، الراجل عامل الروتيشن يحسسك ان اي لعيب في الفرقه اساسي. حقيقه يعني تحيه كبيره جدا للجهاز الفني بقياده مارسيل كولر اللي قدر يوصل للفرقه وللمستوى ده بشكل تدرجي. احنا شفنا تدرج في المستوى، كنا الاول بنقول لا لسه في احسن، دلوقتي احنا بنقول ان لا احنا في مستوى رائع، لكن ناخد كل ماتش بتفاصيله لوحده، وهو ده اللي حاصل من مستر كولر الحقيقه. يعني واخد كل ماتش لوحده، كل بطولة مركز فيها لوحدها برضو. يعني احنا اول الدوري ولكن بنلعب كل ماتشاتنا على ان احنا لسه، رغم ان انت عندك مؤجلات وفي فرق نقط، لكن لا انت برضو بتحافظ على ان انت توسع الفارق.
نفس الكلام في افريقيا، بنقول كل ماتش لوحده، حتى الماتش يعني ماتش الترجي الثاني كنت انت فارق بثلاث اهداف، الراجل نازل كانه متعادل هناك او خسران، بيلعب على انه هو لا لازم نكسب برضه. فحقيقه اللي احنا شايفينه من الجهاز الفني ومن اللاعبين طبعا اللي بيجتهدوا بشكل كبير جدا، وحتى اللعيبه اللي ما بتشاركش، يعني انا على تواصل مع بعض اللاعبين، اللعيبه اللي ما بتشاركش عندها استعداد للمشاركه وجاهزه. الكلام اللي بيتقال مثلا عن ايمن اشرف، ايمن اشرف لو لعب مش هيقل عن الموجودين، نفس الكلام لكل الفرقه، محمد هاني مثلا مع اسلام عبد الفتاح نفس الكلام، خالد عبد الفتاح اسف، خالد عبد الفتاح لو لعب او هاني لعب مش هتحس بفرق، خالد عبد الفتاح مثلا في ماتش الزمالك الراجل احتاجه سيرد باك، لعب سيرد باك وكان على اعلى مستوى. كل الفرقه تقريبا تقريبا يعني مفيش حد فيهم تقدر تقول عليه مش جاهز. مباراه طلائع الجيش دي مباراه مهمه جدا، احنا محتاجين الثلاث نقط، عايزين نوصل لان احنا نبقى فارقين بالصداره بفرق نقط كبير جدا، عندنا لسه مؤجلات، عندنا لسه مباريات، عندنا لسه فرق نقط ممكن يزيد، وكمان تاريخ المواجهات بصراحه بيننا وبين طلائع الجيش دايما في صالح النادي الاهلي. تعالوا نروح نشوف تقرير عن الهيمنه الحمراء في تاريخ المواجهات امام طلائع الجيش ونرجع لحضراتكم مره اخرى. زي ما حضراتكم شفتوا يعني النادي الاهلي في بينه وبين اي فرقه الحقيقه في الدوري المصري هنلاقي الارقام قريبه يعني. طيب تعالوا نروح بقى للجنه العضويات في النادي الاهلي. الحقيقه ان النهارده انت بتتكلم عن فرع التجمع الخامس اللي فيه طفره انشائيه كبيره جدا، وبتتكلم عن الشكل اللي بيظهر بيه الفرع ده بشكل فيه تطور للمباني وللانشاءات ولكل حاجه، كمان لازم تتكلم عن لجنه العضويات اللي بيترأسها الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي بيعمل دلوقتي في فرع التجمع الخامس لقاءات، وامس الاربع شهدت اقبال كثيف جدا من الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد، واللي المقرر طبعا افتتاحه اول الشهر المقبل ان شاء الله. ولجنه العضويات الفتره دي بتقوم بمقابلات شخصيه مع الراغبين في الدخول في عائله النادي الاهلي او الانضمام لعائله النادي الاهلي للاستفاده من الخدمات المقدمه للاعضاء، والطفره الانشائيه الهائله جدا اللي بنشوفها في الفرع ده تحديدا يعني، واللي بيشهدها النادي الاهلي الحقيقه بكل فروعه بما يتسب مع اسم النادي الاهلي وبيلبي طموحات الاعضاء. وطبعا الاجتماع ده تحديدا او اللجنه دي كانت اول لجنه داخل اول اجتماع داخل اجتماع الفرع داخل الفرع ده، اول لجنه للعضويات داخل فرع التجمع الخامس لتيسير على الراغبين في الاشتراك بدل ما يروحوا طبعا للفروع الاخرى او يروحوا فرع الزمالك اللي هو فرع الجزيره يعني او يروحوا فرع 6 اكتوبر. لا احنا دلوقتي اهو كمان في اجتماعات خاصه في فرع التجمع الخامس، وفي الاداره الماليه والادارات الخاصه وكل حاجه موجوده في فرع التجمع الخامس. الفرع ده تحديدا يا جماعه الواحد كان محظوظ انه شاف حجر الاساس وهو بيتحط وكان موجود اليوم ده، وفي نفس النهارده احنا يعني لو رحت شفت الفرع ده بالمنظر اللي انت شايفه معانا على الشاشه ده حاجه تحفه، حاجه رائعه، شخصيه النادي الاهلي باينه في كل حاجه في المكان، في اقبال كبير جدا، في اقبال كبير جدا على الاشتراك في فرع التجمع الخامس، الناس كلها عايزه تنتمي لعائله النادي الاهلي من خلال فرع التجمع الخامس. حقيقه يعني احنا نتمنى ان الناس تخش معانا في عائله النادي الاهلي وتكون موجوده وكل حاجه، لكن الموضوع من 1/7 هيبقى مختلف لما الفرع يتفتح من بعد 1/6 مع 1/7 بقى الشهر اللي بعديها، هيبقى الموضوع مختلف خالص يعني، هتلاقي بقى الموضوع اختلف تماما في حته الاسعار واشتراكات العضويات والكلام ده كله. الفرع زي ما حضراتكم شايفين كده على اعلى مستوى، دي ملاعب التنس هناك حاجه رائعه، المساحات كمان بقت كبيره جدا، بقى عندك ان انت تقدر تعمل دلوقتي حاجه كده يعني زي ما بيقول كده طفره مش بس في الانشاءات، طفره الاماكن دي كلها هتبقى اكاديميات للتنس، اكاديميات للكوره، اكاديميات لكل حاجه. دي ملاعب الكوره هي ان شاء الله دي هتبقى ملاعب اكاديميه فرع التجمع الخامس، حاجه على اعلى مستوى، انت بتشوف وبتنبهر بالمساحه وبتنبهر بالتكنولوجيا المستخدمه يعني. لسه اخبارنا مع النادي الاهلي لكن المره دي من جنوب افريقيا، مع واحد انا يعني الحمد لله كان لينا الفضل او كان استغفر الله العظيم يا رب ما حدش ليه فضل يعني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لكن عمر عصر تحديدا احنا سلطنا عليه الضوء هنا وهو ما كانش محتاج، ده هو راجل بره معروف جدا من اعلى لعيبه البينج بونج في العالم، هو تصنيفه في ال 16 الاوائل دايما يعني. عمر عصر حقق فوز على سابع العالم في بطوله العالم اللي في جنوب افريقيا دلوقتي، وده انجاز تاريخي، انت بتلعب في كاس العالم للبينج بونج، عمر عصر بيفوز على المصنف السابع بيتأهل لدور ال 16 في ماتش تاريخي بالنسبه له يعني، دي حاجه انت بتفوز في جنوب افريقيا في ماتش زي ده في بطوله العالم، دي حاجه مش بتفوز على سابع العالم كمان يعني انت تصنيفك اقل منه وبتفوز بنتيجه كبيره 4-2 وبتتأهل منها لدور ال 32 في المنافسات بتاع لدور ال 16 في منافسات البطوله، والاتحاد الدولي نفسه زي ما احنا شايفين
الاتحاد الدولي نفسه بيتكلم عن عمر عصر، وبيتكلم عن وصول عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاوله لمنافسات دور الثمانيه ودور الستاشر، وان المنافسات النهائيه في بطولات في بطوله العالم يعني اللي بتقام في جنوب افريقيا. وكتب الاتحاد الدولي عبر صفحته الرسميه براود اوف افريكا. كمان اجرى الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اتصالا بعمر عصر عشان يهنيه بالانجاز الكبير اللي هو حققه. عمر عصر على فكره دي مش اول مفاجاه، عمر عصر في الاولمبياد كان خامس الاولمبياد، فيعني عمر عصر معودنا على المفاجات. وانا قلت له هو معانا هنا ان انا في يوم من الايام هذيع ان انت حصلت على ميداليه اولمبيه، انا قلت له ده وافتكروا الكلمه دي وانا هفكركم بيها ان شاء الله لما ازيعها. يعني هو حاليا في جنوب افريقيا طبعا بعد تهنئه الوزير لي وبعد الاهتمام الكبير فيه. اكيد عمر اكيد عمر كمان عنده لسه من الشغف اللي هيوصله لابعد من كده، واكيد عمر عنده لسه امكانياته الكبيره جدا اللي هتخليه يكمل في بطوله العالم. انا ان شاء الله اتمنى ان هو يوصل للادوار النهائيه في بطوله العالم، وان شاء الله كمان نتمنى له في الاولمبيات الجايه. هو الموضوع باختصار شديد جدا ان انت بتكمل كل ما بتقرب اكتر في التصنيف كل ما بتبدا في الاولمبيات بماتشات اسهل. معانا بقى كريم سعيد زميلنا وواحد من الناس، ما تفتكروش يا جماعه ان كريم سعيد مهتم بالكوره بس، خلي بالكو كريم سعيد من المهتمين جدا برياضه تنس الطاوله، لان هو حريف، هو في بطوله كمان دلوقتي، وهو احنا هناخده بس شويه كده ناخد رايه في موضوع عمر عصر، ويقول لنا كمان على يحكي لنا كمان عن بطوله العالم. كريم ازيك، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، انت مش غريب عليها يعني. مساء الخير يا عبد الرحمن، مساء كل متابعي قناه النادي الاهلي. طبعا بعتذر عن بس الضوضاء الجنبي عشان بس انا في الصوره دلوقتي. طيب قول لي، شفت الفوز بتاع عمر عصر على سابع العالم ازاي؟ طبعا اكيد فوز عمر عصر على ترولز مورجان طبعا ده حاجه طبعا اعجازيه، حاجه انا بشبهها بالظبط بالظبط محب كره القدم وفاهمين كان منتخب مصر بطوله المونديال الجايه لاعب فرنسا وكسب فرنسا، هو ده بالظبط اللي عمله عمر عصر مع ترولز. ترولز واحد من عظماء تنس الطاوله في العالم، وصيف العام اللي فاتت لما خسر قدام فانزن دونج لاعب الصين طبعا لاعب مشهور، ولك ان تتخيل ان عمر بيطلع وصيف العالم من دول الترتيب طبعا حاجه عظيمه جدا. طيب قول لي توقعاتك ايه لمباراته مع بطل كرواتيا بقى في دور ال 16 ان شاء الله، وقول لي انت شايف كمان اداء عمر في البطوله دي اهله انه يوصل لابعد من كده؟ طبعا دلوقتي الامال بتاعتنا طلعت قوي يا عبد الرحمن، لان كمان اللاعب الكرواتي رحم عمر من مواجهه كانت صعبه جدا مع اوبت شاروخ البطل الالماني. البطل الكرواتي طبعا عمل مفاجاه عظيمه للنقطة مش مصنف وكسب اوبت شاروخ اللي هو مصنف من اول 10 في العالم، فطبعا اكيد حرم عمر من مباراه كانت صعبه جدا عليه، والنهارده عمر له امل مع اللاعب الكرواتي اكثر من اللاعب الالماني وان شاء الله يخش دور الثمانيه. طيب احنا دلوقتي في التصنيف، انا عارف ان عمر بيقرب من التصنيف بعد اللي هو بيعمله ده ان شاء الله، لكن قول لي المكاسب بتاعت عمر بعد التاهل لدور ال 16 وده في الاولمبياد هياثر معاه ازاي في اولمبياد باريس ان شاء الله؟ اكيد طبعا عمر بعد البطوله دي هياخد كام نقط كبير جدا، وبالتالي هيساعد في التصنيف، وبالتالي لما انت تصنيفك بيعلى بالتالي في الاولمبياد تلعب القرعه بتتحط بصوره افضل، يعني طول ما تصنيفك اعلى كل ما انت القرعه بتاعتك تبقى افضل، فان شاء الله باذن الله الفوز ده هيخلي عمر يبقى تصنيفه افضل في اولمبياد ان شاء الله. شكرا كريم سعيد، انا طبعا انا عارف الدوشه اللي انت فيها، وبالتوفيق كمان انت عندك بطوله، بالتوفيق ليك، ربنا معاك وربنا مع كل ابطالنا وكل المنتمين للنادي الاهلي وكل المنتمين لمصر طبعا. عمر عصر تحديدا لو ربنا كرم ان شاء الله، ان شاء الله بقى في البطوله دي ووصل الادوار بعد كده ودخل في العشر الاوائل، يبقى ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعه يعني ميداليه في اولمبياد باريس ان شاء الله. لان انتوا بتتكلموا، خلي بالكم ماتش عمر عصر النهارده ان شاء الله بعد البرنامج على طول الساعه 7:30 مع بطل كرواتيا. خلي بالكم انتوا بتتكلموا في واحد وهو في العشرين الاوائل خد خامس. ليه؟ لانه في قابلته مواجهات صعبه جدا في البدايه وبيصطدم بالعشر الاوائل. لو دخل في العشر الاوائل، العشر الاوائل ما بيقابلوش بعض غير في النهائيات. فطبعا ده هيبقى بالنسبه لعمر اسهل بكتير جدا. هو الاولمبيات اللي فاتت عمر دي رابع اولمبيات هلعبها. في الثلاث اولمبيات اللي فاتت مشكله عمر ان هو بيواجه اوائل التصنيف في اول الاولمبيات. لكن دلوقتي هو عنده فرصه ان يقابل الناس دي في الاخر. وهو بيكسب سابع العالم النهارده، يعني ما شاء الله ربنا معاك يا عمر. هنروح بقى من تنس الطاوله لبطوله البال. الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي تاهل الى نهائي بطوله افريقيا للبال 3. اللي طبعا احنا عارفين ان هي كان في جزء منها هنا في مصر ودلوقتي هي في رواندا. الفرقه اتغلبت على فريق استاد مالي في مباراه نصف النهائي. استاد مالي فريق قوي جدا في الباسكت في افريقيا، قدم الفريق عرض او يعني العرض كان قوي جدا رغم ان النتيجه كانت قريبه طول الوقت، وانا ريقي نشف في الماتش ده تحديدا يعني، لكن الشكل كان كويس قوي ونجح في الظهور بشكل مميز لتنتهي المباراه لصالح الاهلي بنتيجه 78-73 ليضرب موعدا مع فريق دوانز السنغالي في نهائي البطوله. البطوله دي بالتصوير بتاعها بالتكنيك بتاع الاضاءه بالشغل ده، انا كان نفسي ناخد من الناس دي النوها وهم هنا،
لان شعبيه كره الباسكت تزيد جدا لو بقى الشكل زي ما احنا شايفينه في الصور كده، زي ما انتم شايفين كده. انت ده تصوير الام بي اي، يعني التصوير ده بتاع الام بي اي، والبطوله بتاعت البلد هي تحت اشراف الام بي اي. الجزء بتاع التسويق الرياضي الخاص بالعرض مهم جدا. شفنا في اول ما الرابطه بتاعت الانديه مسكت الدوري المصري وكان في تصوير مميز وكان في انترو للماتشات ودخلات والكلام ده كده، كان في شكل او منتج الدوري المصري كان مختلف. نفس الكلام في بطوله البال دي، منتج البال ليه مختلف عن بقيه منتج الباسكت او الكره السله في الوطن العربي كله؟ لان التصوير ده بتاع الام بي اي، ولان الشو ده بتاع الام بي اي، نظام الاضاءه ونظام المدرجات القريبه من الملعب والكلام ده كله ده شغل الام بي اي. لذلك للناس اللي بتفكر في الاستثمار الرياضي، جزء كبير جدا من الاستثمار الرياضي في طريقه عرض المنتج بتاعك. المنتج الرياضي بتاعك كل ما هتضيف ليه حاجه كل ما هتتاخد بعوائد ماديه. هي ليه البطوله دي وهي هنا جالك فيها جمهور افريقي من حتت كتير جدا يتفرجوا في مصر، رغم ان احنا هنا ما كانش يعني كان في مشاكل في حوار الجمهور ده، لكن انت هنا في مصر حققت مكاسب جماهيريه، غير ان البطوله دي بتتعرض في حوالي 12 دوله في العالم، وبتتعرض في 32 قناه. انت متخيل ليه؟ لان طريقه عرضها منتج حلو الناس تحب تتفرج عليه. خلي بالك الناس الافارقه دول هم اللي في الاخر بيطلعوا الام بي اي، تخيل الام بي اي كلهم افارقه وهم عاملين البطوله دي عشان نيجي بقى نشوف ناخد احنا من الناس دي اللي احنا عايزينه. ليه احنا ما ناخدش النوها وده يا جماعه؟ يعني ده كانوا عندنا هنا في مصر، الاهلي كان مشارك ووصل، ودلوقتي الاهلي راح للنهائي اهو، يعني احنا مش بعاد قريبين، والناس دي بتاخد مننا. يعني الام بي اي الدوري الامريكي الاقوى في كره السله في النهايه واخد من عندنا. طريقه العرض دي مش حاجه صعبه، ما انت كانت عندك هنا اهي الاضاءه اللايت سيستم اللي بيتعمل بيخلي الشكل حلو ده مع الكاميرات مع الحاجات دي كلها. يعني دي كانت حاجه مهمه جدا. الاهلي هيلاقي نظيره دوانز السنغالي في المباراه النهائيه المقرر اقامتها يوم السبت 27 مايو المقبل في تمام الساعه 7 مساء. نتمنى كل التوفيق لفريقنا، نتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع بالبطوله دي، دي بطوله مهمه واضافه كبيره جدا لتاريخ الباسكت في النادي الاهلي. قبل ما نطلع فاصل بس عايز، الاسبوع ده كان اسبوع فيه اعياد ميلاد مميزه جدا للاعيبه النادي الاهلي، وهنبدا باولهم طبعا الاسطوره، اسطوره حراسه المرمى في النادي الاهلي مروان كنفاني حارس مرمى الاهلي الفلسطيني السابق صاحب التاريخ الكبير جدا في النادي الاهلي، وكمان كان عيد ميلاد رامي ربيعه، وكان عيد ميلاد احمد عبد القادر من نجوم الفريق الاول طبعا عندنا. بنقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين جميعا، وتعالوا نشوف بقى انفوجراف عن ارقام احمد عبد القادر، ونطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وقبل ما ندخل بقى على اخبارنا العربيه والعالميه في خبر خاص بلجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم اللي اختارت طقم حكام مصري بقياده الدولي امين عمر لاداره مباراه نهائي كاس زامبيا يوم 27 مايو الجاري بين فورست رينجرز واف سي موموزا. وبحسب الصحافه او الصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم عبر عن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم طبعا ان ضم طاقم الحكام كل من امين عمر حكم ساحه ويعاونه احمد حسام طه وسامي هلها المساعدان ومحمود ناجي كحكم رابع. أشاد طبعا فيكتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي بالثنائي محمد معروف وعمر الشناوي، وعمر الشناوي ممثلي التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين بعد المستوى المميز اللي ظهروا بيه كل منهم في البطولة لحد دلوقتي. أدار كابتن محمود معروف مباراة أمريكا أمام جزر فيجي كحكم ساحة طبعا، بينما ظهر كابتن عمرو الشناوي كحكم فيديو مباراة الافتتاح بين غواتيميلا ونيوزيلندا بجانب مباراة أمريكا وجزر فيجي أيضا. ده خبر مهم جدا للتحكيم المصري. التحكيم المصري هو بقى مطلوب دلوقتي، بيروح بطولة عالم وبيروح يحكم مباريات نهائية في القارة الأفريقية يعني، فده شيء يحسب للتحكيم المصري وتطوير للتحكيم المصري بالمناسبة يعني. هنروح بقى لأخبارنا العربية، وهنروح تحديدا لبطولة الخليج. الكويت هتستضيف النسخة 26 من كأس الخليج في ديسمبر 2024 حسب ما أعلن اتحاد الكأس الخليجي العربي أمس الأربعاء في الدوحة. طبعا دي الجمعية العمومية اللي بتضم 8 دول أعضاء قرار الاتحاد اللي تأسس طبعا في مايو 2016، وقيمه اقامه بطوله الخليج اللي من ابتدت من 1970 في شهر ديسمبر اللي جاي ده هيبقى البطوله اللي جايه 2024، كما تم منح مده شهر للاتحاد الخليجي حتى تتقدم لتكون الاتحاد الخليجي للاتحادات الخليجيه يعني حتى تتقدم لتكون بدايه او بديله للكويت في حاله تعذر اقامتها هناك. طبعا في خبر تاني مرتبط بالخبر ده، الاتحاد او جددت الاتحادات المنتخبات رئيس الحالي الرئيس القطري طبعا الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ال ثاني ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولايه جديده مدتها 4 سنوات. وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولايه جديده في رئاسه الاتحاد القطري، اذ ان من المقرر تزكيه الجمعيه العموميه نائبه الحالي جاسم بن عيوني
المرشح الوحيد لرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من يونيو المقبل. طبعا ده الشيخ جاسم بقاله فترة كبيرة جدا رئيس الاتحاد القطري ورئيس لكأس الاتحاد الخليجي. ده شيء يعني كان مهم ان احنا نقول ان الراجل ده خلاص هو مش هيترشح تاني في الاتحاد القطري. النائب بتاعه ده تدرج طبيعي وما حدش نازل قصاده بالتزكية. ده اللي هو يعني عملوا كوادر وبيطلعوه. والراجل برضو من في كأس الخليج دوت هو رئيس الاتحاد او رئيس رابطة كأس الخليج ديت من انشائها في 2016. فبالتالي برضو هو الراجل يعني خلاص قدم كل اللي عنده. هو راجل قيمة كبيرة جدا في الاتحاد القطري وفي الاتحاد الخليجي وقيمة كبيرة جدا في إدارة الرياضة في الوطن العربي. تعالوا بقى نروح بقى نشوف النهاردة الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة يعني النهاردة بالليل هيكون لاعبنا الشاب لاعب الأهلي محمد الضوي كريستو على موعد مع مواجهة جديدة في كأس العالم للشباب بالأرجنتين مع منتخب العراق. منتخب تونس هيلاعب منتخب العراق. كريستو شارك كبديل في المباراة الأولى لتونس أمام إنجلترا واللي خسرها المنتخب التونسي ونتيجة 1-0. لكن عنده أمل كبير جدا في التأهل. عنده أمل كبير جدا أنه يحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب العراق. ومنتخب تونس وقع في مجموعة صعبة بالمناسبة يعني من إنجلترا والعراق وأراجواي مجموعة صعبة جدا. نتمنى طبعا أن منتخب إنجلترا منتخب العراق ومنتخب تونس يتأهلوا. لكن نتمنى التوفيق أكتر للاعبنا محمد كريستو طبعا أن هو يعمل نتيجة كويسة مع منتخب تونس. يعني هو لعيب موهوب جدا عنده إمكانيات كبيرة جدا ولسه قدامه فرص كتير. فرصة كأس العالم دي فرصة كويسة جدا للاعب زي محمد الضوي كريستو ان هو يظهر موهبته. وكمان العالم كله بيشوفه. كأس العالم للشباب متشاف جدا. الناس بتروح كمان كشافين اللعيبة يدوروا على اللعيبة الصغيرة في السن يعني. فهو عنده فرصة كبيرة جدا. ده غير ان هو لاعب في النادي الأهلي لاعب محترف في النادي الأهلي. ودي الفرصة الأكبر في حياته اللي لازم يستغلها ويتعلم من زميله علي معلول اللي اكيد بيوجهه وبيعلمه. يعني الاثنين سفرة لتونس في النادي الأهلي وفي مصر يعني. نروح للأخبار العالمية بقى والضجة اللي حصلة في العالم حوالين اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. طبعا تعرض لهتافات عنصرية زي ما احنا عارفين وكان في مشكلة كبيرة جدا. العالم كله تابعها بشكل مختلف. سابوا المباراة خالص وتابعوا العنصرية اللي حصلت. المباراة كانت يوم الأحد اللي فات ضد فالنسيا في ملعب مستايا معقل فريق فالنسيا. الموضوع كبر جدا على المستوى العالمي. وحتى ان المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه شخصيا ماثيو ميلر خلال المؤتمر الصحفي اكد فيه انه شاهد تلك الاهانات ووصفها بالمروعه. طبعا وصف قوي قوي يعني. واضاف بكل وضوح ندين العنصريه في جميع انحاء العالم واينما تحدث وبما في ذلك الرياضه كما نشيد باي جهد يسلط الضوء عليها ويحاربها. مش بس وزاره الخارجيه الامريكيه بالمناسبه اللي علقت على الموضوع ده. لا ده رئيس الفيفا انفانتينو نفسه علق ورئيس رابطه الليجا ورئيس دوله البرازيل شخصيا علق. كلهم تضمنوا مع فينيسيوس جونيور طبعا. طب هو انتوا ما شفتوش يا جماعه اللي حصل مع تريزيجيه في تركيا؟ انتوا ما تشوفوش الدوري الاسباني؟ ما تريزيجيه اللي حصل معاه ده عنصريه برضه. انتوا ما تتفرجوش؟ طب انا متعاطف مع فينيسيوس جونيور جدا. واحنا هنا في الوطن العربي كله ما عندناش حاجه اسمها ابيض واسود. حلو؟ لكن ما بتشوفوش اللي بيحصل احيانا مع صلاح؟ ما بتشوفوش اللي بيحصل مع تريزيجيه اللي حصل بعد ما لاعب بصق على تريزيجيه في الملعب؟ انتوا ما بتشوفوش غير حاجات معينه؟ العالم في كل حته في الدنيا ما بيشوفش غير لما لعيب يبقى اسمر بس مثلا. ما بتشوفوش الاهانات اللي بتحصل لناس تانية؟ ما دي عنصريه. الواحد مش عارف يقول ايه الحقيقه يعني عن الموضوع ده. لكن الموضوع مستمر وحصل كمان اجراءات قويه جدا بعد ما حصلت القصه دي. اتقبض على 4 مشجعين وطبعا افرجوا عنهم محكمه مدريد افرجت عنهم بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات مع منعهم من الاقتراب من ملاعب ريال مدريد لمسافه 1000 متر عفوا. انت متخيل منعوا 4 من ان هم يقتربوا من اي منشات خاصه بريال مدريد ل 1000 متر. انت متخيل يعني حتى ما يروحوش ناحيه ملاعب ريال مدريد. طبعا ده شيء عادي ومتوقع لكن انتوا العنصريه عندكم بتجزقوها برضه. نروح بقى نشوف ان ريال مدريد كمان هو كمان نشر ريال مدريد بيان صحفيا على موقعه الالكتروني نظرا بسبب ما حدث مع لاعبه فينيسيوس جونيور يعني امام فالنسيا. وذكر بيان النادي: يتقدم نادي ريال مدريد بالشكر لجميع اللافتات الموده والتضامن والدعم التي استقبلها من جميع انحاء العالم تجاه لاعبه فينيسيوس جونيور. واعرب البيان عن امتنانه لجوني الفانتينو رئيس الفيفا وتقدم بالشكر الى رئيس البرازيل وكذلك جميع اللاعبين الذي قدموا الدعم لفينيسيوس جونيور. طبعا حادثه قلبت الدنيا. حادثه قلبت الدنيا بجد. العنصريه شيء مهين وشيء كل العالم ضده وكل العالم ضد العنصريه بشكل قاطع يعني. لكن شوفوا كل انواع العنصريه.
ما تشوفوش العنصريه بتاعه الابيض والاسود بس، يعني احنا هنا في الوطن العربي ما عندناش اي انواع من العنصريه دي، دي مش عندنا وما بنشوفهاش. احنا هنا ابيض على اسود على بني كله موجود عادي. تعالوا نشوف نادي فالنسيا بقى. عبر نادي فالنسيا عن استيائه وعدم موافقته على العقوبه المفروضه عليه باغلاق احد مدرجات لخمس مباريات في واقعه الهتافات العنصريه ضد فالنسيا جونيور. طبعا الليجا اصدرت قرار بان المدرج اللي صدر منه الهتاف ده هيتوقف، وطبعا الوقف ده مضايق فالنسيا، ووصفوه بقى بايه بقى؟ بالعقوبه غير العادله. واضاف نادي فالنسيا ان الاتحاد الاسباني لكره القدم فرض العقوبه دي دون جلسه استماع او معرفه وجهه نظر النادي كمان. طبعا هم استأنفوا على القرار ده، والاستئناف ده ممكن يوقف القرار، لكن الفكره شوف القرار اتاخد في ثانيه، والاستاد مش كله توقف، توقف الحته اللي خرج منها الهتاف ده، وقفوا له المدرج يعني. طبعا فكره العنصريه نفسها مرفوضه طبعا وكل حاجه، بس انا التعليق اللي عندي شوفوا كل انواع العنصريه. المسطره تبقى في كل حته في العالم. شفنا في قطر مثلا احنا بنرفض موضوع الشذوذ ده، وهو ملهوش اي كلمه غير الشذوذ يعني، احنا بنرفضه في وطننا العربي، لكن مش عنصريين. هم جم ولعبوا واتخرجوا من البطوله بدري، منتخب المانيا خرج من الدور الاولاني وخلاص، وحصل اللي حصل، بس احنا مش عنصريين، ونزلوا عملوا لنا الاشاره بتاعتهم دي وخلاص، واحنا يا عم مش متقبلين الفعل وكل حاجه، بس ما حدش كلمكم. دي نوع من انواع الحياديه. احنا هنا اختلاف المعايير دي فيها مشكله، اختلاف المعايير هنا ده اللي فيه مشكله. انا ممكن واحد يحبني وممكن واحد يكرهني وممكن واحد يقبلني وواحد ما يقبلنيش، دي اذواق واختلافات، انما انا بحترم الجميع. انا مش متقبل افعالكم ومش متقبل الحاجه دي، زي مثلا موقف مصطفى محمد اللي هو موقف قوي جدا وانا بحترمه عليه. العنصريه بقى ان انت تمنع اللاعب ده من ان هو يلعب، ما تقبل رايه يا عم، مش في راي وراي اخر، وده راجل خارج من مجتمع ما بيقبلش العاده دي. احنا ناس هنا بنحافظ على النسل، الراجل بيتجوز ست وبيخلفه، دي عاداتنا، دي عاداتنا يعني. لكن انتوا العنصريه تحديدا بتحددوها في حاجات معينه. نروح بقى لنجمنا المصري محمد صلاح اللي ودع زملائه اللي هيرحلوا عن فريق ليفربول في نهايه الموسم الحالي، وداع بشكل خاص كده اعلن ليفربول في وقت سابق ان فيرمينيو وميلنر ونابي كيتا وتشامبرلين لن يجددوا تعاقدهم يعني مع النادي بدايه من الصيف ده. نشر صلاح رساله وداع بقى قصيره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، حط صور يعني للاعيبه الاربعه دول، وقال فيها احد افضل الاشياء في كره القدم هو اننا نلتقي ونشارك اللحظات مع اناس رائعين. طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين هو صاحب علاقه مميزه مع كل لاعبي ليفربول الحقيقه يعني، وعمل منشن لكل لاعب منهم، وقال كمان سنفتقدهم وامل ان تتقاطع طرقكم، نتقاطع الطرق مره اخرى يعني. طبعا الكوره فيها هنتقابل تاني يعني، طبعا الكوره فيها كل حاجه، فيها ان انت ممكن تلعب في ليفربول وممكن تقابل اللاعب ده في حته تانية، فيها كل حاجه يعني. هو طبعا قاصد المعنى ده، لكن فكره ان محمد صلاح على علاقه طيبه بكل اللاعبين، ما فيش برضه فرق بين ابيض واسود عندهم بالمناسبه يعني. لكن هو طبعا علاقته مميزه بالكل الحقيقه، هو محبوب من الجميع يعني. وكان ليفربول قام بحفله وداع للاعيبه الاربعه دول على ملعب الانفيلد مساء السبت بعد انتهاء مباراه الفريق امام استون فيلا اللي خلصت طبعا 1-1 ضمن الجوله السابعه و30 وقبل الاخيره من الدوري الانجليزي الممتاز، اللي ما قدروش فيه ان هم يخشوا مربع الذهب ويلعبوا تشامبيونز ليج، هيلعبوا اوروبا ليج، بس هنتفرج يوم الخميس بقى مش مشكله. وبالمناسبه محمد صلاح والمحترفين المصريين، تعالوا نشوف بقى انفوجراف عن ترتيب الهدافين المصريين هذا الموسم في الدوريات المختلفه على مستوى العالم، ونرجع نكمل اخبارنا مع حضراتكم. في كل العربيه او الاوروبيه، وطبعا الموسم ده كان مميز لاكثر من لاعب. انا
نروح بقى الخبر عن جوردي ألبا اللي أعلن رحيله عن نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري. قرر جوردي في قرار جوردي في المغادرة يأتي بعد أيام قبل قرار القائد سيرجيو بوسكيتس كمان برضو اللي أنهى مسيرته هو الآخر مع برشلونة بنهاية الموسم. هذا وتبقى عام واحد في عقد ألبا، وبرحيله سيوفر على النادي راتبا ضخما جدا سيمنح برشلونة مساحة أكبر في مسألة اللعب النظيف، اللعب المالي النظيف. طبعا احنا عارفين قصة برشلونة واللعب المالي النظيف، لكن انت كده ده كان آخر لاعب في الجيل الذهبي لبرشلونة، وهم بيقولوا ان احتمال كمان ميسي يرجع، الله أعلم. أنا أتوقع ان ميسي راح السعودية برضو، لكن هي فكرة بوسكيتس وألبا وقبلهم كمان الجيل كله مشي، ودلوقتي المدرب أصلا بتاعهم من الجيل اللي هو الذهبي، تشافي من الجيل الذهبي. يعني خلاص هي الحياة كده وهي الكرة كده، وأكيد هيجي جيل تاني لبرشلونة يكتب تاريخ جديد لبرشلونة. نروح بقى بعد كده لأعلن نادي بي اس إيندهوفن الهولندي عن استقالة رود فانستروي. طبعا عارفين فانستروي الفيرود اللي كان جامد قوي في مانشستر يونايتد وراح ريال مدريد شوية، وكان فيرود منتخب هولندا كان حاجة جامدة جدا. يعني هو كان كمان مدرب كويس قوي، لكن أعلن استقالته من منصبه وعبر النادي الهولندي الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب عن أسفه لرحيل فانستروي، مضيفا انه يشعر بالامتنان له بعد فوزه بلقبين مع الفريق املا في انهاء الموسم في الوصافه. طبعا كره القدم ما فيهاش ان ده وحش فيمشي او ان ده ما حققش التارجت فيمشي، والكلام ده مش في كل حته في العالم. يعني هم الناس هناك احترموا ان الراجل وصل للمركز الثاني. احنا عارفين طبعا المنافسه بين إيندهوفن واياكس وفاينورد، منافسه الدوري الهولندي قويه يعني، لكن هم في الاخر شكروه وهو استقال، والراجل كمان اكيد مرشح في حته ثانيه. طبعا نروح بعد كده عن أعلن لاعب كرة القدم الأسباني أندري إنيستا اليوم الخميس رحيله عن فيصل كوبي الياباني. طبعا الراجل ده راح اليابان مش عايز يرجع ومش عايز يبطل كورة، اتفقوا اتفاق متبادل كده ان هو خلاص ماشي، وقال انه سيواصل مشواره الاحترافي في وجهة أخرى. دي المفاجأة بالنسبة لي ان هو لسه عايز يلعب تاني جعان. وقال إنيستا في مؤتمر صحفي بمدينة كوبي برفقة ملك النادي، أعتقد أنه لطالما تخيلنا أنني سأعتزل هنا، وكانت هي رغبة الجميع. وبسؤاله عن مستقبله قال إنيستا قال أتمنى أني أحاول إنهاء مسيرتي كلاعب في ملاعب كرة القدم، وهذا الأمر أصبح معقدا الآن. وتابع لا أعرف، أريد مواصلة اللعب، أشعر أنني أتمتع بالقدرة على ذلك والحماس لمواصلة اللعب، ولكن هيشوف العروض اللي جايه له بقى. ما هو الراجل برضو يعني بمطلوب لحد دلوقتي وعنده عروض لحد دلوقتي. خلي بالكم إنيستا 39 سنة ومطلوب، بس هو رسام أكيد في الدوري الياباني بالنسبة لهم إنيستا ده لسه في عز شبابه. يعني خلي بالكم هم الناس كمان استفادوا منه استفادات تانية كتير جدا على مستوى التسويقي وعلى المستوى زيادة شعبية اللعبة في اليابان. كل ده هو راجل أضاف للدوري الياباني وأضاف للكرة اليابانية. كمان هو موجود بقاله فترة من يوليو من 2018، وكان عامي 2019 و2021 احد افضل 11 لاعب في الدوري الياباني في التشكيل المثالي بتاع الدوري. يعني الا انه تعرض بعدها لسلسله من الاصابات كده حال دوله بين ان هو ينتظم في اللعب يعني، وطبعا ده كان اكيد اثر عليه في المشاركه بشكل اساسي، واكيد المدرب ممكن يكون لها بديل يعني. بس انا بشوف دلوقتي نجوم كتير بيطولوا فعلا. شفنا ريفالدو لعب في الدوري الانجولي، ريفالدو فضل يلعب لحد ما لعب في الدوري الانجولي، هو مش عايز يبطل كوره، هو شغفه في الكوره يعني. ودلوقتي مثلا رونالدو 40 سنه داخل على 40، هو خلاص 38 او 39. ابراهيموفيتش 41 سنه ولسه عايز يلعب. في لعيبه كتير جدا عايزه تستمر يعني، يبقى عندها الشغف بتاع كره القدم ومش عايزه تبطل، وفي نفس الوقت هي قادره طالما قادر يلعب يستمر. يعني احنا عندنا هنا نماذج استمرت لبعد كده كمان يعني. ده يعني كان خبر بالنسبه لي مفاجئ ان انيستا لسه جعان في اللعب، رغم انه اللي هو قدم كتير لكره القدم، قدم كتير لبرشلونه، قدم كتير للدوري الياباني، لكنه لسه جعان لعب يعني. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا ونتواصل مع حضرتك ومنتظرنا. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نستكمل اخبارنا، ولكن المره دي هنروح اليونان. حقق نادي ايك اثينا اليوناني تتويجه بلقب كاس اليونان. طبعا هو كده حقق الثنائيه بالمناسبه، هو واخد الدوري وخد الكاس كمان، بفوزه على باوك بنتيجه 2-0 في المباراه النهائيه بمدرجات مغلقه. ليه بقى مدرجات مغلقه؟ بسبب مخاطر الاشتباكات بين جماهير الفريقين. طبعا المباراه اتعملت في الاخر بدون جمهور بسبب اعمال الشغب اللي كانت موجوده بين جماهير الفريقين في اخر مباراه نهائيه في سنه 2017. طبعا هنا انت بتشوف الفكره بتاعه ان هم ما عندهمش مانع ينقلوا المباراه نفسها في حته تانية،
عشان خاطر ما يبقاش فيه اشتباكات، ما يبقاش فيه حاجه، لكن خوفا من اشتباكات جديده سعى الاتحاد اليوناني لكره القدم منذ فتره طويله الى ايجاد ملعب قادر على استضافه المباراه النهائيه. حاولوا يدوروا على ملعب ثاني لكن باجراءات امنيه مثاليه. الحقيقه كان في مواجهه او صعوبات في التنظيم، وحتت كتير جدا رفضت على فكره استضافه المباراه دي في اليونان وخارجها. قرر الاتحاد المحلي اخيرا اقامتها خلف ابواب مغلقه. طبعا دي في النهايه كده مباراه كان فيها مشاكل من فتره كبيره جدا يعني، بس الناس في الاخر امنت نفسها ولعبت من غير جمهور. تعالوا بقى نروح لواحد في هولندا، واحد من اعظم نجوم الكره التونسيه، واحد من نجوم منتخب تونس ومن نجوم الكره التونسيه، واحد من المدافعين اللي احترفوا في ايطاليا وفي هولندا، الكابتن كريم سعيدي. اهلا بيك يا كابتن في 7 داي سبورت على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا على الاستضافه ومرحبا بالمشجعين بتاع النادي الاهلي. شكرا ليك يا كابتن وبنرحب بيك طبعا احد نجوم واساطير الكره التونسيه. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. في البدايه عايز ابدا معاك من كاس العالم منتخب الشباب في تونس. احنا عندنا لاعب من النادي الاهلي طبعا محمد الضوء كريستو بيلعب في منتخب التونس. شوف مشوار منتخب تونس للشباب، وانت شايف منتخب تونس الشباب يقدر يوصل لفين في كاس العالم؟ والله صراحه يعني بعد الترشح الصعب للمنتخب الاول في كاس العالم تحت ال 20 سنه، طبعا تظاهرة عالميه يعني في فرق كبرى، في فرق عالميه شاركت في التظاهرة هذه. يعني للاسف يعني تونس بعد تغيير المدرب في يعني المدرب الحالي هو مدرب جديد، يعني كان عادل السليمي هو المدرب اللي كان يشرف على المنتخب تحت ال 20 سنه لمده طويله. بعدين يعني قبل التظاهره باشهر يعني خير عادل السليمي اللي هو يستقيل من المجموعه هذه. في هالحين يعني في مدرب منتصر الوحيش، يعني مدرب كفء يعني كان عنده تجربه في البطوله التونسيه، اخذ المجموعه هذه في وقت قصير جدا. المجموعه التونس يعني بدا تونس يعني بهزيمه اداء امام منتخب الانجليزي، يعني المنتخب الانجليزي كان شوط اول يعني مردود يعني ضعيف، مردود المقابله الثانيه يعني الشوط الثاني كان المنتخب التونسي كان احسن، كان شفنا السيطره من بعض الهجومات للمنتخب التونسي. طبعا الخبره بتاع المنتخب الانجليزي، وديما المشكل عندنا مشكل في البطوله التونسيه، بعض اللاعبين يعني مش متاهلين، ما فيش يعني الدوري يعني نقولوا نحن في الدوري التونسي الدوري الممتاز، يعني في دائما تقطع في الدوري، البطوله مش يعني البطوله اللي نقولوا نحن الجامده زي ما تقولوا يعني في باللغه المصريه. شوف المنتخب الانجليزي منتخب عنيد، يعني كل المشاركين كل اللاعبين يعني يخوضوا في 40 مقابله في الفتره هذه، حتى من يعني صراحة يعني تونس عنده خيار اليوم يلعب مع المنتخب العراقي اللي هو زاد انهزم مع المنتخب الأوروغواي في المقابلة الافتتاحية. شفنا زاد يعني اللاعبين يعني كانوا تألقوا في المقابلة الأولى، المقابلة بتاع اليوم يعني ضد العراق، يعني ثم شفنا التغييرات يعني في الدفاع، نفس التركيبة الهجومية. في محمد كريستو يعني حيكون اساسي في المقابله هذه، نحن فريقنا يلعب يعني نحن نحب نفوزوا على لازم يعني لازم التشغيل الهجومي لازم يكون يعني غير منقطع يعني باستمرار. ان شاء الله يكون المنتخب التونسي في المتناول المنتخب العراقي ويش يفوز عليه باش يضمن على الاقل التاهل نتاعو ان شاء الله. طب رايك في موهبه الضو كريستو، هو ممكن يكون موجود النهارده، ممكن يكون قدام العراق بشكل اساسي في الملعب، لان هو عنده حلول هجوميه كمان طبعا. والله حسب الفيسبوك وحسب المعلومات اللي جتنا، محمد كيستو يعني دخل في المقابله الاولى ضد المنتخب الانجليزي وقدم مردود يعني محترم بالتمريرات نتاعو اللي عودنا بها في النجم السحري وحتى مع الـ مع الـ مع الفريق الاهلي. يكون اليوم ان شاء الله باش يكون اساسي محمد كيستو، ان شاء الله باش يضيف الاضافه والخبره نتاعو في فريق الاهلي، ان شاء الله نشوفوا يعني الخبره نتاعو والتمريرات الحاسمه، ان شاء الله نشوف هذا تماسك دفاعي ضد منتخب العراقي اللي هو زي المنتخب التونسي في الوضعيه نتاعو، ما عنده خيار زي الانتصار، بس الانتصار لازم يكون يعني
يعني المنتخب التونسي ما يحاولش يتسرعش. عندنا 90 دقيقة إن شاء الله، إن شاء الله بالخبرة تاع محمد الكيسو وزاد الخبرة تاع الحارس المرمى إن شاء الله نقدموا مقابلة كويسة إن شاء الله. هي مجموعة صعبة طبعا، مجموعة أراجواي ومجموعة إنجلترا، يعني مجموعة صعبة جدا، نتمنى التوفيق فيها المنتخب التونسي. أراجواي طبعا يعني أمريكا اللاتينية متعودين يعني بالعبور الدرجة للمجموعة الأولى والعبور نصف النهائي. طبعا المنتخب التونسي والعراق انه نحن ورقيين هما يعني في المثنى، وان شاء الله المنتخب التونسي يعني يقدم ردود كويس ان شاء الله. زي ما قلت لك يعني المجموعه هذه يعني كانت باشرت مع مدرب اول، وبعدين المدرب الاول خير باش ينسحب قبل التظاهره هذه لظروف الله اعلم، لسه حد لا عارف الظروف هذه. منتسب الحوش يعني عنده خبره في التدريب، ان شاء الله بشان يكون في متناول ان شاء الله. ان شاء الله. هاخدك بقى على علي معلول، نجم النادي الاهلي المصري واحد معشوق جماهير الكره المصريه، علي معلول النجم التونسي. عايز اعرف رايك في علي معلول، وشايفه ازاي مع النادي الاهلي بعد ما تاقلم بشكل فظيع وبقى واحد فعلا من الركائز الاساسيه، يعني 7 سنة دلوقتي الموسم السابع على التوالي مع النادي الاهلي. والله ما شاء الله عليه، يعني علي معلول يعني انسان طيب، انسان يعني محترم، انسان مني خرج من نادي الساقسي فريق كبير يعني على الاهلي. الاهلي يعني فريق عريق، فريق ذو الالقاب، يعني الفريق اللي عنده جماهير غفيره تساندوا في الخساره وفي الربح. فريق الاهلي يعني معروف افريقيا وعربيا من اكثر الفرق الافريقيه والعربيه مزدوجه في التتويجات. طبعا علي معلول يعني كان بارز في الدرجه في البطوله التونسيه، هلا ودلوقتي يعني بارز كثير في الفريق الاهلي، وكان احسن فريق يعني باش يكون يعني من ابرز النجوم في الفريق الاهلي. صراحه انا يعني بكنه زي كل الاحترام، يعني هو ده يعني اللي عاوز يوصل الدرجه بتاع النجاح، يعني ربي يوفقه بالشغل نتاعه بال نقولوا نحن الديسيبلين يعني الانضباط التكتيكي في الميدان وخارج الميدان. ومش بالسهل يعني يعني في سامحني ما تفهمنيش بالغلط، في بلد يعني نحن اشقاء طبعا، بس مش بالسهل باش يتاقلم في بطوله في مناخ اصعب، في بطوله نحن قويه. وقاعدين نشوفوا نحن حتى في الصحافه وفي الفيسبوك يعني علي معلول يعني الجماهير المصريه بتحبه كثير وبالاخلاق نتاعو، وان شاء الله ربي يواصل يعني. وكل الاحترام ليه في السن ده يعني لسه متالق ولسه يعني بيلعب بالخبره ولسه يعني وان شاء الله ربي يوفقه يعني. ان شاء الله نشوف زاد محمد كريستو علي منوال علي معلول، ان شاء الله نشوف زاد اللاعبين الاخرين في البطوله التونسيه. هي بطوله الصراحه المصريه يعني مع كل احتراماتي للبطوله التونسيه البطوله الاقوى في افريقيا. هو الحقيقه يعني ان اللاعب التونسي بيتاقلم بسرعه وبجوده عاليه جدا مع اللاعب المصري، هنا اتاقلم علي معلول. في كثير لاعبين تونس تالقوا في البطوله المصريه، في دلوقتي شوات يعني مهاجم النادي الساقسي قاعد يتالق يعني في البطوله المصريه، في فخر الدين بن يوسف، يعني لاعبين كانوا تاقلوا في البطوله التونسيه ودلوقتي يلعبوا في بطوله مصريه، يعني بطوله صراحه اقوى من البطوله التونسيه في الاندفاع البدني في النظام التكتيكي حتى في الادارات بتاع الفرق صراحه يعني. طيب انت تاقلمت مع كابتن حسام غالي برضه في فاينرد بسرعه مش كده؟ حبيبي حسام انا عارفه ما شاء الله، لسه بنتكلم حتى على الواتساب يعني على العيله والاولاد، وانا دلوقتي بدرب يعني في الناشئين في فاينرد دايما بتصل به. يعني حسام كانت عندي علاقه يعني كبيره في فاينورد، يعني كانت فتره كويسه، حتى شريف كرام يعني كان معانا في الفريق. يعني حسام يعني موهبه كرويه مصريه بكل احترام، وعدينا وقت كويس هنا في هولندا ان شاء الله. احنا يعني كنا فخورين بيك والكابتن حسام غالب فاينورد، وانت وكابتن حسام من نجوم فاينورد، وبنتمنى لحضرتك التوفيق كمان، حضرتك مدرب ناشئي فريق فاينورد، بنتمنى لك التوفيق. اسم تونسي كبير جدا كابتن كريم سعيدي، واحد من الاسماء البارزه في الكره التونسيه، وواحد من المحترفين رغم انه مدافع لكنه محترف مكافح جدا، ولعب في اكبر الانديه الاوروبيه وكان مزامل كابتن حسام غالب فاينورد، والاثنين عملوا تاريخ كبير في هولندا. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت، وما كانش في ختام احسن من وجود كابتن كريم سعيدي معانا. على ان نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل زي النهارده عشان نكون معاكم في 7 داي سبورت. وفي الختام خير سلام.